السلام عليكم خوتنا المشاهدين. اليوم غادي ندير معكم واحد الماسك ديال الوجه اللي مقشر ومبيض في نفس الوقت، واحد المكونات موجودين في كل بيت. غادي نوريكم المقادير اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه هذه، وكنتمنىكم تجربوهم الصيف هذا. غير زعمو ونوضوا حضروا هذا الماسك هذا اللي راه ما غاديش ندموا عليه، وكيف ما قلت لكم كيصلح التجاعيد وكيصفي الوجه وكيخلي البشرة ديالنا تبقى صافية وبيضة بحال الثلج. تبعوا معايا المقادير اللي غادي ندير في هذه الوصفة ديال الماسك ديال البشرة. كما كتشوفوا هادو هما المكونات اللي غادي ندير في هذا الماسك هذا، منه ماسك منه مقشر اللي رائع ومبيض للبشرة ديالنا. غادي نحتاج هنا واحد البطاطا اللي انا حكيتها كما كتشوفوا، بطاطا مبشورة، وعندي هنا واحد المعلقه ديال المايزينا، وغاديه نزيد عليهم واحد القدر ديال الحليب. غادي نزيد عليهم واحد القدر ديال الحليب وكنخلطهم بحال هذه الطريقه هذه. الى بقى خصني الحليب نبقى نزيد حتى نحصل على المقشر والماسك في نفس الوقت اللي انا باغي ندير البشرة ديالي. كيف ما قلت لكم هذا الماسك هذا راه زوين، غير جربوه ما غتندموش عليه، وكيصلح لجميع البشرات. جميع البشرات يقدروا يستعملوه كاع الانواع، ما يخافوش منه. كما كتعرفوا الحليب ما كيضرش، زائد بطاطا زائد المايزينا اللي عندنا هنايا. كنشد هاد المكونات هادو وكنمشي للحمام، ماشي الحمام الكبير، الحمام ديال الدار، وكنشد هاد الوصفه هادي وكنبقى نفرك بها الوجه ديالي، نفرك بها الوجه حتى مده كوك شي 5 دقائق ولا 6 دقائق، وانا كنفرك بها الوجه ديالي. وفي الاخير ملي كيبقى لي داك الحليب وديك المايزينا وداك النشا اللي غيشيط ليا لتحت في هاد المقشر هذا، كندرجو على البشره ديالي وكنخليه مده 15 دقيقه، كيصفي وكيبيض وكيخلي لنا واحد اللمعان في البشره ديالنا. حنا عارفين البطاطا شحال فيها ديال الفائده، زائد الحليب، زائد حتى المايزينا، راها مبيضه للبشره ديالنا. دابا انا غادي نمشي نعملها على البشره ديالي. تبعوا معايا حتى الاخر.